أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم اليهود في طريق فاضطروهم إلى أضيقه؟ معناه أن ما نمكنهم مع ساعة الطريق ما نمكنهم لوسط الطريق، ما نمكنهم لوسط الطريق، ما إذا كان الطريق واسعا. أما إذا كان الطريق ضيقا فهذا ضرورة لا تمنعهم يمرون، لا تمنعهم يمرون الطريق الضيق. أما الطريق الواسع فلا يمكنون من، كما أنهم لا يمكنون من صدور المجالس لا يمكنون من صدر الطريق، لأن هذا فيه إكرام لهم. نعم.